Hi, how are you? I'm fine, thank you, sir. Can you introduce yourself for us, please? Yes, my name is Donald Enriquez. I'm from the United States, Arizona, and now I'm an English teacher here at Now Courses. My name is Vanessa. I am from Australia, and I'm an English instructor at Now Courses. I am Mr. Jason. I'm from America, from the state of Texas, and I'm currently working at Now Courses. Mr. Donald, have you ever studied English grammar rules at school when you were studying English? No, sir, not at all. Really? No. No, we didn't study the grammar rules. Really? Really? No. Really? Yes. How come you never make any grammar mistakes? And you said you never studied English grammar rules at school before. Well, we learn from the people around us. You know, if I make a mistake, my mother will correct me, and if my brother makes a mistake, I will correct him. So that's how we acquire the language, you know, in a real natural setting, you know. This is how we gain the grammar skills themselves. I acquired these English grammar skills from my family, from my friends, on the streets, learning everything I can from people around me. This is where I learned these English grammar skills. Because we acquire the skills by listening to our parents, our teachers, our friends, the people around us. We listen and we learn. Thank you so much. Thank you. ما فيش مدرسة لا في إنجلترا ولا في أمريكا بيعلموا في أي مرحلة من مراحل التعليم في مادة اللغة الإنجليزية قواعد جرامر نهائية. في إنجلترا بيعلموا في مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية قراءة فقط. أما في المرحلة الإعدادية والثانوية بيعلموهم في مادة اللغة الإنجليزية شعر ونقد أدبي ونقد مسرحيات بدون شرح أي قواعد جرامر نهائي. ومع ذلك الأجانب بيتكلموا إنجليزي تلقائي بجرامر سليم من غير ولا غلطة في الجرامر بدون شرح أو دراسة أي قاعدة جرامر لا في المدرسة ولا في البيت. بيكتسبوا الجرامر بطريقة الممارسة مش بطريقة شرح القواعد. ما تاخدش أي كورس إنجليزي بيدرسوا فيه قواعد جرامر. الجرامر مهمة جدا لكن مش بشرح القواعد. الجرامر بيكتسب بطريقة الممارسة زي ما الأجانب بيكتسبوه. وبالله عليك بلاش فتح وتقولي إزاي قواعد الجرامر مش مهمة وبلانا إزاي هبني الجمل. هتبني الجمل بالجرامر. ما احنا قلنا إن الجرامر مهم لكن طريقة اكتساب الجرامر مش بالقواعد. طريقة اكتساب الجرامر بالممارسة زي ما الأجانب بيكتسبوه. كورسات الإنجليزي في مصر والدول العربية بيستخدموا طريقة فيها كتاب وشرح قواعد جرامر ومدرس عمال يشرح ويرغي وطالب عمال يسمع وأي معلومات وهتتنسي. مع إن الأجانب بيكتسبوا الإنجليزي من غير كتاب ومن غير شرح قواعد جرامر ومن غير مدرس عمال يشرح وطالب عمال يسمع. وده اللي عملته أكاديمية مش كورسات. وده موقع الأكاديمية. طريقة أكاديمية مش كورسات اسمها طريقة ممارسة الهبل الجماعي لاكتساب الجرامر البسيط والكلمات الحياتية داخل العقل اللاواعي. لو فهمت مني خطوات تطبيق الطريقة في الفيديو ده هتقدر تنفذها مع زمايلك مع أي مدرس إنجليزي في أي مكان في العالم مش شرط داخل أكاديمية مش كورسات. ودي خطوات تطبيق الطريقة. الخطوة الأولى هتلغي الكتاب تماما. الكتاب هيخلي عقلك معتمد إن الكلمات داخل الكتاب وعقلك مش هيقدر يكتسب الكلمات نهائيا. كل اللي هتعمله بتجيب 5000 كلمة الحياتية اللي بيستخدمهم أي إنسان إنجليزي عادي متوسط على مدار كل حياته اليومية ودول موجودين على مواقع كتير. اكتب على جوجل الجملة دي. الإنجليزي به عشرات آلاف الكلمات لكن الأجنبي ما بيستخدمش على مدار كل حياته اليومية كل عشرات آلاف الكلمات دي. الإنسان بيستخدم على مدار كل حياته اليومية 5000 كلمة شائعة حياتية بيكون منهم ملايين الجمل. الخطوة الثانية هتجيب مدرس إنجليزي وتخليه يوفق ويجمع كل 28 كلمة من 5000 كلمة الحياتية تحت عنوان موضوع من مواضيع الحياة. يعني يختار مثلا الكلمات دي ويختار ليهم عنوان موضوع مثلا اسمه Daily Habits فيقسم 5000 كلمة حياتية ل 180 موضوع حياتي. يعني كل موضوع بيه 28 كلمة. وممكن كمان المدرس يضيف من عنده كلمات على كل موضوع. الخطوة الثالثة بعد ما بتجيب مدرس إنجليزي بتجيب مجموعة من زمايلك يكون مستواهم في الإنجليزي قريب منك
وطبعا ده اللي بيحدده المدرس، ويكون عددهم ما يقلش عن 5 ما يزيدش عن 11. الخطوة الرابعة، هتتجمعوا اول يوم في بيت اي واحد فيكم، او ممكن تتجمعوا اونلاين في اي اوضة تخيلية عن طريق برنامج اسمه ويبكس، يعني كل واحد من بيته. شروط البرنامج كاميرا ومايك وانترنت، يبدأ من 1 ميجا. البرنامج موجود على اللينك ده. الخطوة الخامسة، تبدأوا اول يوم مع المدرس بمعرفة معنى اول 28 كلمة حياتية، ولازم المدرس يوريكوا ازاي تحطوا الكلمات دي في جمل ليها علاقة بعنوان الموضوع، بشرط ما تتكلموش ولا كلمة عربي. هتعرفوا مع المدرس المعنى بالتمثيل والمشاورة والصور وضرب الامثال الموضحة للمعنى. وكده يبقى اول يوم خلص، لكن قبل ما تمشوا لازم تتأكدوا من المدرس ان كل واحد فيكوا عارف كويس قوي معنى ونطق كل كلمة من 28 كلمة حياتية. مش بس كده، ده يقدر كمان يحطهم في جمل مفيدة زي امثلة الجمل اللي قالها لك المدرس جوه الموضوع اللي جواه كلمات. الخطوة السادسة، بعد ما تخلصوا تقعد مع نفسك تحاول تحفظ المعنى ونطق بتاع 28 كلمة حياتية، وتحاول تتخيل ازاي تحطهم في جمل جوه سياق الموضوع، جمل تشبه للجمل اللي المدرس اديها لك. الخطوة السابعة، تتجمع مع زمايلك والمدرس تاني بعديها بيومين، وتبدأوا ممارسة الهبل الجماعي بانكم تلعبوا مع المدرس لعبة اسمها فوكاب اوبن ديسكشن. اللعبة عبارة عن ان المدرس يقدر يجبرك انك تقعد تستخدم 28 كلمة اللي انت حافظهم في جمل جوه حوار مفتوح جماعي، وده المدرس بيعمله بانه يكون محضر حاجة اسمها leading questions، اسئلة قيادية تجبرك انك تتكلم بالكلمات جوه جمل ليها علاقة بالموضوع. هنا هتبدأ ممارسة الهبل الجماعي، والهبل هنا معناه الاخطاء الجماعية. على قد ما هتعمل اخطاء في الجمل والنطق وانت بتقول الكلمات في جمل ليها علاقة بالموضوع، على قد ما المدرس هيصحح لك الهبل اللي هتعمله، وعلى قد ما عقلك اللاواعي هيبدأ يكتسب اللغة. الخطوة الثامنة، أثناء الحوار المفتوح الجماعي والهبل شغال، المدرس بيركز معاكم على طريقة النحو البسيط اللي كان أبونا وأمنا بيعملوها معانا وإحنا صغيرين، وهي إن أي خطأ في الجرامر هتعملوه في الحوار المفتوح لازم المدرس يوقف ويقول الخطأ والتصحيح وسبب التصحيح. وسبب التصحيح هنا يختلف عن الشرح التفصيلي لقواعد الجرامر، علشان كده اسمها طريقة الجرامر البسيط وليس طريقة شرح قواعد الجرامر المعقدة. في كل مرة بيركز المدرس على تكرار تصحيح خطأ معين في الجرامر، ويركز عليه لحد ما كلكم من كتر تكرار تصحيح الغلط هتكتسبوا الجزء ده في الجرامر بدون معرفة أو شرح تفاصيل القاعدة، وهكذا في كل مرة. الخطوة التاسعة، تعملوا مع المدرس اللي عملتوه أول يوم بس في 28 كلمة اللي بعد كده في الموضوع التاني، وهكذا تعيدوا الخطوات التسعة السابقة لمدة 16 يوم على مدار 6 أسابيع، وكده يبقى استخدمتوا 28 في 16 يساوي 448 كلمة حياتية داخل مئات الجمل الصحيحة بدون أخطاء في الجرامر، لكن بدون شرح تفاصيل قواعد الجرامر اللي بتشتتك وبتخليك بتهتف ومش بتتكلم تلقائي. الخطوة العاشرة والأخيرة، يعمل المدرس في اليوم الأخير تقييم نهائي، وده عبارة عن إن كل 3 فيكم بيعملوا حاجة اسمها توك شو. بيختار المدرس كل 3 مع بعض، واحد منهم بيعمل مذيع، والاثنين التانيين بيعملوا كأنهم ضيوف، وبقية الطلبة بيعملوا كأنهم المشاهدين، ويبدأ يختار المدرس أي موضوع من 16 موضوع اللي الطلبة هبلوا فيهم قبل كده. المطلوب علشان الطالب يعدي المستوى إنه ما يعملش أكثر من 50% من نفس الهبل والأخطاء اللي عملها قبل كده في المستوى. لو عمل هبل أكثر من 50% مش هيعدي المستوى، ولازم يعيد المستوى، يعني لازم يعيد 16 موضوع من جديد. لو عمل هبل 50% أو أقل يعدي المستوى ويروح لل 16 موضوع التانيين اللي في المستوى اللي بعديه، وهكذا. وهي دي طريقة أكاديمية ميس كورسات، ما تخليش حد يشرح لك قواعد جرامر تاني. وأرجو إن كل أماكن تعليم الإنجليزي في الوطن العربي ينفذوا طريقة أكاديمية ميس كورسات. لو عاوزين تطبقوا الطريقة داخل أكاديمية ميس كورسات، زوروا موقع الأكاديمية.